بيكم مرة تانية ومحاضرة جديدة من محاضرات How to be a professional tour operator. ولسه مكملين مع excursions in Cairo. وفي المحاضرة دي هنشرح السفريات البعيدة. يعني ايه؟ يعني الفول دي تورز اللي هي بتبقى المحافظات برا القاهرة، بنروح نزور ونرجع في نفس اليوم مرة تانية. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال زي يومية اسكندرية، يومية الشرقية، يومية الفيوم، او مثلا انزل ازور لوكسور وارجع مرة تانية اللي هي بتبقى اوفر دي لوكسور فروم كايرو باي فلايت. وطبعا لازم تكون باي فلايت علشان اللوكسور بعيدة. تمام. طيب في السفريات دي يا جماعة، اولا لازم ببقى بدري جدا في الفندق، تمام، علشان طبعا العميل يلحق يروح يزور ويرجع بأريحية وما يكونش مضغوط في الزيارات. ففي الغالب يا جماعة الزيارات في مصر بتتراوح مواعيد الفتح والغلق ما بين 7 و 9 الصبح. الفتح طبعا بين 7 و 9 الصبح، والغلق بيبقى الساعة 16. فأنا لما بقى بالعميل بدري قوي من الفندق ووديه يسافر، ممكن يوصل المحافظة اللي هو رايحها على مواعيد فتح الزيارات أو بعد مواعيد الفتح بحاجة بسيطة، فبياخد زيارته بأريحية وبيرجع بعد غلق الزيارة الساعة 16. تمام. طيب البيك اب في حالة السفرات البعيدة ممكن مثلا يبقى حوالي الساعة 6-6:30 الصبح في الفندق، تمام، زي مثلا اسكندرية وزي الفيوم أو الشرقية برضو. هناخد مثلا على سبيل المثال كده يومية اسكندرية. أولا يا جماعة في يومية اسكندرية وفي غيرها من السفريات البعيدة لازم تمنشن للكلاينت هو بياخد وقت قد إيه في الطريق من القاهرة لحد المحافظة دي. يعني على سبيل المثال في حالة اسكندرية العميل بياخد في الطريق حوالي 2:30 من القاهرة لاسكندرية وزيهم وهو راجع، فأنا لازم أمنشن الجزئية دي للعميل الفورنر. ليه؟ لأن مثلا ممكن يكون في بعض العملاء عندهم مشكلة في الظهر مثلا أو في العمود الفقري، فممكن لو هو شايف أن 2:30 سفر من القاهرة ده ممكن يأثر عليه صحيا أو يضره، هيقول لك لا بلاش شيل اسكندرية من البرنامج بتاعي مثلا، الغير اسكندرية من البرنامج بتاعي لأني مثلا بعاني من مشكلة في العمود الفقري. فعشان كده لازم دايما في السفريات البعيدة أمنشن هي السفرية كام ساعة من أول ما العميل يخرج من الفندق بتاعه مثلا. فنيجي مثلا لميت اسكندرية، لو أنا حابب مثلا أعرضها للعميل في الإيميل بتاعي كتور أوبريتور، ببدأ كالعادة بالتايتل، بقول مثلا أوفر داي ألكساندريا فروم كايرو، أو ممكن مثلا أقول فول داي تو ألكساندريا فروم كايرو. تمام. وبعد كده بنزل بالدسكريبشن، بيك أب أت يور هوتل الساعة كذا، ترانسفير تو ألكساندريا. وبعد كده ببدأ أنزل بالمزارات بتاعتي. واحنا قلنا ان في مزارات في اسكندريه هي الكلاسيكال بتاعتنا زي قايتباي وكوم الشقافه وعمود السواري والمكتبه، مكتبه الاسكندريه. تمام. وبعد كده بقول له ترانسفير باك تو يور هوتل ان كايرو. تمام. ده كده بالنسبه مثلا للديسكريبشن. بنزل بعد كده بالبرايس، وبعد كده بنزل بالانكلوجن. الانكلوجن طبعا بمنشن بيك اب سيرفيس ات يور هوتل، وبمنشن الترانسبورتيشن من الفندق بتاعك في القاهره لاسكندريه والعوده للفندق بتاعك في القاهره مره تانية. بمنشن الجايد مثلا على سبيل المثال انجلش سبيكنج جايد او اي لغه خاصه بالكلاينت، يعني مثلا لو هو سبانيش بقول سبانيش سبيكنج جايد وهكذا. بمنشن انترانس فيز تو ذا منشن ذا هيستوريكال سايتس، بمنشن تاكسز اند سيرفيس تشارجز. ولو في حاله انا بايع غدا بمنشن برضو في الانكلوجنز انه في غدا في اليوميه لانش ات لوكال ريستوران او ات تورست ريستوران. تمام. ولازم امنشن انه اكسكلودنج بافريج. بعد كده في الاكسكلوجنز ببدا مثلا امنشن التيبنج كيتي، البيرسونال اكسبنسز، اكسترا نوت منشند، البافريج بالنسبه للغدا. بمنشن برضو زي ما احنا قلنا قبل كده الاكسترا انترانس فيز، يعني برضو اسكندرية فيها في العمود السواري في السيرابيوم ده لي تذكر دخول لوحده او منفصل، فلازم برضو امنشن كل الحاجات المهمة دي للعميل. طيب لو جينا مثلا للفيوم او للشرقية نفس الكلام، برضو الفيوم بيتزار فيها الشلالات، بيتزار فيها مسلة سونسرت الاول، في كرانيس، في بحيرة قارون، في السواق السبع، وأماكن كتير هناك جميلة. ممكن بس يتزار 4 مزارات as a classical visit. تمام. الشرقية نفس الكلام، عندي تانيس أو سان الحجر في الشرقية برضو بتتزار كمعلم سياحي. طيب نيجي عند الأقصر يا جماعة، الأقصر وضعها مختلف شوية، لأن الأقصر أنا بقول له pick up at your hotel and transfer to Cairo airport to fly to Luxor، وبعد كده بقول له meet and assist at Luxor Airport، وبعد كده باخده من المطار وبطلع على المزارات.
ممكن يزور اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، البر الشرقي والبر الغربي، اللي هو معبد الكرنك ومعبد الاقصر ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون. ده لو هو طيارته بدري قوي والطياره بتاعه العوده بالليل، فعنده مساحه او براح يزور الخمس مزارات. لو هو مضغوط والطياره الصبح مش بدري قوي، فممكن نشيل مزار من الخمسه ويزور اربع مزارات فقط على سبيل المثال. لو هو واخد غدا بمنشن برضو في الانكلوجنز ان في لانش ات تورست ريستوران، ولو مش واخد غدا بحطه في الاكسكلودنج بتاع اوفر داي الاقصر. وطبعا لو انا اللي اوريدي قاطع له الطيران الداخلي، وده احتمال كبير طبعا، فبحط في الانكلوجنز دومستيك فلايتس كايرو لوكسور اند لوكسور كايرو. تمام. باجي عند اخر الديسكريبشن بتاع المزارات، بكتب ترانسفير باك تو لوكسور ايربورت تو فلاي، او مثلا ترانسفير تو لوكسور ايربورت تو فلاي باك تو يور تو فلاي باك تو كايرو، وبعد كده بكتب ميت اند اسست ات كايرو ايربورت وترانسفير تو يور هوتيل ان كايرو. وبكده يبقى احنا خدنا أمثلة للسفريات البعيدة اللي هي بتبقى عبارة عن فول دي تور من القاهرة لمحافظة من المحافظات والعودة في نفس اليوم. ايه تاني مستنينا المحاضرة الجاية؟ ما تفوتش المحاضرة الجاية، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد، وتفعل الجرس. ميرسي.